مفتوح. مصطفى، اللي انت عامله يا مصطفى؟ وانت مالك انت ما تريش؟ ماشي حاضر حاضر يا مصطفى. انت قاعد كده ليه بتذاكر؟ بقول لك ايه، فكك من الكلام ده، انا شهيصك. خلاص احنا مش كده كده داخلين على رمضان، احنا نعمل برنامج ديني. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم يا جماعه. النهارده حلقه جديده من المكان الجديد اللي انا قاعد فيه دوت، من برنامجنا وبرنامجكم ارتقى. لازم نرتقي، احنا داخلين على شهر رمضان. شهر رمضان، واللي ما يعرفش ان شهر رمضان هو شهر الصيام. ايوه، هو شهر الصيام. تعالوا نقرب من بعض، تعالوا نحضن بعض يا جماعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بعشق البحر. ألو، مساء الخير، خدمة الإنترنت. مساء النور يا فندم. أنا سلمان، ممكن أتشرف باسم حضرتك؟ مصطفى. اهلا وسهلا يا فندم. مشكلة حضرتك ايه؟ حضرتك الانترنت عندي مش شغال. الانترنت مش شغال يا فندم؟ مش شغال يا فندم. شغال؟ بجد والله العظيم، انا بكلمك عشان تقول لي شغله. حضرتك الانترنت قاطع من عندكم، مفيش نت عندي على الجهاز. يا فندم بسيطة جدا، رستر الراوتر يا فندم وشغله تاني. رسترت الراوتر. رسترت تاني يا فندم كده؟ رسترته تاني. طيب معلش، رستره بضمير بس يا فندم، ضمير كده. رسترت الضمير. طب شقلب يا فندم الرابتر وطبطب عليه. هو بيقشط يا فندم. معلش يا فندم، بس شقلب وطبطب عليه. اهو يا فندم. عم سيبنك يا فندم، مش كده؟ انا اسف يا راوتر. انا اسف. لا يا فندم، ازاي؟ طب حضرتك يا فندم شيل السلك ودخله تاني. يا فندم الانترنت شغال عندي يا فندم، ده 4G حضرتك هنا. يا فندم. يا حبيبي مش شغال على جهازك، انا عايزه اشتغل على جهازي انا هنا. يا فندم وجهازي وجهازك ايه واحد؟ يعني اجي اشتغل عند حضرتك؟ طب حضرتك يا فندم احنا ما عندناش شغل هنا يا فندم، حضرتك بتدور على شغل؟ مين معايا؟ الو، ايه يا معلم، عامل ايه؟ الو يا مصطفى، بقول لك ايه؟ اقفل بس دلوقتي عشان دلوقتي داخل انترفيو. انترفيو؟ لسه خلصين امتحانات. يا عم انترفيو؟ مصطفى مش هتعرف اسئله. طب بص، اقفل اقفل لما بس اخلص هكلمك تاني. طب سلام. انترفيو ايه ده؟ في حد بيروح اصلا؟ شركات في الاجازه، اتفرج. الو الو حبيبي، يا عم الفرقه بتاعت امبارح كانت جامده جدا وفاتتك. والله مصطفى امبارح ما كنتش فاضي خالص. انت في البيت ولا فين؟ انا في المكتب. مكتب؟ خلاص، فين في الشركه؟ شركه ايه؟ انت كنت لسه في انترفيو امبارح. طيب عليك يا مصطفى، سالت سؤال زي ده يا ابني؟ احنا جامدين جدا بس متواضعين شويه، عيب عليك. طب قول لي عنوان المكتب وهجي لك. ايه؟ تيجي المكتب؟ لا بقول لك انا بخلص شغل ومروح اهو. خلاص يا عم، سلام. تعالى ايه؟ طب ما تيجي ننزل. ايه حرام؟ كيس التعبير. ايه يا ماما؟ ايه واحد صاحبي بس هنفطر بره. صاحبك برضه؟ اهو. صاحبك هتقول لي يا حبيبي؟ بقى بحبه. احنا اصحاب من زمان. والله انا هقول لك يا حاج. ايه يا معلم في ايه؟ ايه يا ماما؟ الواد ده عمل ايه؟ بيتكلم بلاد يا اخويا. ده صاحبي يا ماما. بكلم صاحبي. انت مش صايم يا اسطى؟ صايم. والله صايم. سايب والله والله سايب. خلاص انا هتصرف معاك، اطلع انت بره، هتصرف انا معاك. خلاص انت مش سايب. انا سايب والله. انت مش سايب؟ والله سايب. كنت بتكلم من يوم صاحبي. فين التليفون؟ اهو فصل. هات بس كده فصل. ها لميا ده بدلعه حلوه قوي بجد. قوي السلام عليكم. طب بعد الفطار؟ بعد الفطار ولا ما تكلمهاش تاني؟ ما تكلموش تاني يا خلاص يا حاجة.
شايف نفسك فين بعد 5 سنين؟ لمكان حضرتك يا فندم. نعم. نائب حضرتك؟ ايه؟ تحت امر حضرتك. طب تفتكر ايه اللي ممكن يخليني اقبلك في الوظيفه دي؟ يعني والله حضرتك مؤهلاتي يعني ان شاء الله تمكنني ان انا اخد الوظيفه دي. مؤهلاتك انت عارف ايه اهم حاجه في الموظفين بتوعي؟ ايه يا فندم؟ عارف احمد موسى؟ طبعا يا فندم. استنى مني مكالمه. طب يا فندم هو الراوتر بتاع حضرتك واي فاي ولا انترنت؟ هو ايه ده اللي ما تيجي نخرج؟ نخرج يعني تيجي ناكل. اقول لك حاجه اعملها وانا اقول انت بتردش ليه؟ عمال اقول لك رد معايا يا غبي. مش دي رد يا بجد يا ابني رد يا ليه يا ابني فراخ ليه يعني هو مال حرام واخويا ما انت كلت خروف لوحدك انا راجل البيت انا اكل خروف براحتي يعني ايه راجل البيت يعني ما العيال ما تاكلش استغفر الله العظيم تبتكي بالخراب في رمضان مش عارف ليه احنا سايبين بقال طب قومي طب اعملي لي شاي انت ايه في ايه حاضر يا فندم بس ممكن حضرتك تراستر الراوتر راسترت ام الراوتر حضرتك يا فندم راستر الراوتر مش ام راسترت الراوتر مش ام